الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتم بتشوفوا الفيديو بتاعي النهاردة ان شاء الله، معانا فيديو مختلف. جالنا ضيف جديد، الصلح في الجميل اللي انتم شايفينه ده اهو كده زي ما انتم شايفينه. ابني شبطان فيه وعايز يجيبه يعني ويربيه، حابب الفكرة. بعد طبعا محاولات كثيرة لإقناعنا وافقنا. طبعا هي جت مستغربة البيت ومستغربة المكان ومش عاوزة تاكل ولا تشرب. فشوفنا فيديوهات كتيرة يعني عن تربية السلاحف وكده، وقالوا ايه ان هم ايه عشان تخليهم ياخدوا عليكي ويبقوا مبسوطين يعني، وفي ألفة بينهم وبين الناس اللي موجودين في البيت، نبتدي ايه نديها كده ايه حمام دافي بمية دافية زي ما انتم شايفين بالشكل ده. مية دافية كده حطيناها في البولة دي او في الطبق ده، يا دوب بس ايه واصله كده لايديها ورجليها. وبنبتدي بقى فرشه سنان ما فيهاش اي حاجه خالص طبعا، ايه تدلكي بقى ايه الصدفه والايدين والرجلين زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده. طبعا هي قاعده بقى او قاعد منتعش اهو كده بالمنظر ده، مستحلي بقى الميه الدافيه والشاور الجميل ده. وبعدين بالفرشة كده بنبتدي ايه الصدفة من تحت كده ننضفها كويس، مكان طبعا مكان بقى في الارض وكده عند البياع بننضفها بالشكل ده. مش بنجيب مية طبعا على راسها، لان احنا قرينا وسمعنا فيديوهات ان غلط المية تيجي على راس السلحفة او السلحف بقى، لان ده ولد. واحنا بقى حاطينه كده وبنديله الشاور الهايل ده الجميل، لقيناه ايه زي ما هتشوفوا كده ايه بيشرب من الميه. طبعا هو جه ولا بياكل ولا بيشرب ولا ايه، متأقلم خالص مع المكان عندنا لانه طبعا لسه حاجه جديده عليه اهو. شايفينه؟ شايفينه عامل ازاي؟ سبحان الله، شايفين عينيه عامله ازاي؟ بصوا بصوا يزق الفرشة ازاي. نبتدي بقى ايه كده ندلك له ايديه ورجليه بالفرشة كده ببساطة وبالراحة خالص. الحاجة دي حساسة جدا. إيه طبعا بيقولوا على السلاحف ان هي ذوات الدم البارد وبتحب الدفا جدا وبتحب الشمس جدا جدا. فاحنا ايه الكلام ده كله كنا احنا بنعمله الصبح يعني بالنهار مش بالليل طبعا، والشمس كانت طالعة. احنا بقى اتفاجئنا ان هو بيشرب من المية، المية اللي هي بياخد فيها الشاور ده بيشرب منها. فجبنا له طبعا مية نظيفة، عرضنا عليه مية وعرضنا عليه اكل اليوم اللي قبل اليوم ده اللي انا بديله الشاور بتاعه، بس مرضاش. فاتفاجئنا بقى ان هو ايه بيشرب. الصدفة زي ما انتم شايفين طبعا في فرق بين اول ما وريتها لكم او وريته لكم ودلوقتي. الصدفة لونها بس ونور ازاي بقى جميل. كان بقى عليها اتربة وكده، بصوا تيجي ادلك له في راسه كده عشان ايه يحس بالامان. هي اول ما جت ما كانتش راسها طالعه كده. جبنا بقى فوطه كده نبتدي ننشفها. طبعا لازم نعتني بالحاجات دي جامد لان هي بتبقى حساسه، بس الصدفه بسم الله ما شاء الله بصوا نورت ازاي وبقت جميله. وجبنا لها بقى كده ميه عشان تشرب بقى براحتها. بصوا ضوافرها سبحان الله. انا نفسي بقى تاكل زي ما بتشرب كده. لسه مش متعوده تاكل للاسف، تعبانه جدا في موضوع الاكل ده. بنقلع عليها عشان مش بتاكل، لازم عشان تاكليها بقى بنفتح لها بقها وبنبتدي نزغطها كده اهو. بصوا حاطه لها الخيار كده مبشور، بياكلوا خيار بياكلوا جزر
بياكلوا كابوتشي، جرجير، كرومب، ورق كرومب. بس للأسف بقى ايه، لسه ما اخدتش الخطوة دي، يعني ان هي تاكل لوحدها كده لسه. هي بقالها كده 3 ايام عندنا، لسه مش بتاكل كده لوحدها، لازم انا افتح لها بقها واكلها، لان طبعا حرام تقعد من غير اكل. بصوا، سابت الاكل وماشيه ولا كانها تعرفه. كمان سمعت معلومه تانية، ان هما بيحبوا العظم بتاع السيبيا او الصبيط، بتاخديه طبعا تبشري على الخضار كده وهو محطوط، وهما بياكلوه بيقولوا حلوه للكالسيوم. ده فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. واي معلومه هعرفها عن تربيه السلاحف، واي جديد هيطرق عليها يعني او عليه هقوله لكم عشان تستفيدوا منه. واللي عنده نفس الهوايه كده يكتب لي في الكومنتات. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، فيديو مختلف وجميل عن تربيه السلاحف، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل رمز الجرس عشان يوصله مني كل جديد ان شاء الله. واشوفكم باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.